يباع ولا يشترى. الفيحة على الجانب الآخر، الفريق الطموح الذي بدأ هذا الموسم بداية كارثية كانت. على اليسار حجازي وشرحيلي وطارق حامد وهنريكي ورومارينيو وكورنادو والعبود وحمد الله في الأمام في تشكيلة نونو سانتو. وكرة اتحادية وحمد الله وكرة 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 للاتحاد وفرصة وهدف أول. هلا 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 يا فنان، أنت كبير، أنت تاريخي، أنت كيف تتحرك، أنت كيف تتمركز يا أخي؟ قل لي بالله عليك كيف تسجل، كيف تسيطر على الحراس؟ أنت مو طبيعي، أنت مو طبيعي. حمد الله، شوف حمد الله كيف تحرك، كيف تحرك وحط الكرة وحط الكرة وهدف اتحادي أول. جول! العميد يتقدم بالهدف الأول مباشرة. شوف الانتفاضة الكبيرة، شوف الانتفاضة الكبيرة، شوف حمد الله، شوف حمد الله كيف يتحرك، كيف يتحرك، كيف يمر، كيف يسيطر حتى على فلاديمير ستويكوفيتش. مع أبناء المجمعة الذين سجلوا حضور كبير في الموسم الماضي وحصلوا على اللقب التاريخي الأول في مشوارهم على في نهائي كأس الملك على حساب الهلال. الكرة أمامية ومحاولة خطيرة للفيحة، وعلى الجهة اليسرى عرضية منتظرة، عرضية من بندر ناصر لكن تغطية والتصويب وكرة خطيرة خطيرة جدا لكن تبعد. حمد الله، خطأ لحمد الله، خطأ لحمد الله. شوف تصويبه، شوف تصويبه، شوف الكرة، شوف الخطورة. ومارسيلو جروي، جروي في المكان المناسب يبعد الكرة. كثيرين جدا في العمق بالنسبة للفيحة. كرة تلعب عرضية وتغيير اتجاه اللعب ناجح، وعلى الجهة اليمنى علي الزقعان. علي يتأخر، يعيد كرة، تعود من جديد، تصويبة من بعيد وخطيرة وكرة خطيرة جدا لكن كروي يتدخل، يبعد كرة فيكتور رويز. خطير الأسباني، خطير وتصويبة من مسافة بعيدة لكن حارس المرمى مارسيلو يبعد الكرة إلى الفيصلي مع مدربة فوك رازوفيتش مدرب الفيحة الحالي. كرة فيها تدخل، بطاقة صفراء على السفري، بطاقة صفراء على السفري. فرناندو رابليني الأرجنتيني صاحب 44 سنة الحكم الدولي منذ 2014 يقود مباراة اليوم ويدير نهائي بطولة السوبر على كأس بيرين بين الاتحاد والفيحة في هذا اللقاء. وشوف الدخول على طارق حامد، الدخول على طارق حامد في مباراة اليوم، محاولة لي طبعا وروح كبيرة جدا من جانب الاتحاديين. الاتحاد الذي مر بفترة صعبة، الاتحاد الذي مر بفترة صعبة وجد وقفة كبيرة وتاريخية من جماهيره وإدارة والإدارة التي استلمت المهمة في وقت صعب جدا. الإدارة القوية الصبورة بقيادة الحايلي وكعكي، الثنائي المتفاهم المتناغم وصفقات ناجحة واستقرار على مستوى الأجانب وجلب جهاز فني كبير بقيادة نونو سانتو. يحسب لهم استقرار الفريق فليست من دون شك طبعا الإدارة بالصفقات المستمرة وإنما بالاستقرار. تغيير المحترفين أكيد أن لا يناسب
اللاعبين الاتحاد، لانه عندهم عطاءات كبيرة واختيارات كانت مدروسة ومنظمة. المحافظة على ذلك، هكذا عمل الاتحاد ومهندس صفقات احمد كعكي، الرجل الذي يعمل بصمت من اجل العميد، من اجل العشاق. فهنيئا للاتحاد بادارته، وهنيئا للعشاق بالحيلي وكعكي. واليوم ربما تحصد الثمار، لان الاتحاد يقدم شوط ودقائق رائعة لحد الآن في مباراة اليوم في النهائي أمام الفيحاء. عمل كبير على جانب إدارة الفيحاء أيضا بقيادة عبد الله أبانمي، الرجل الذي قاد الفيحاء في جاليانو. شوف الكرة، وهنا الدخول، الحكم سيعطي تقدير النهائي للقطة، وربما يكون يثبت قراره، وربما يمنح بطاقة حمراء على عبد الرحمن السفري. الآن حكم المباراة، بطاقة حمراء على السفري، كرت أحمر. يا لها من ليلة، ربما سارة وسعيدة للاتحاديين، وصعبة ومرة على الفيحاوية من دون شك. 1-0 وطرد للفيحة، صعب الكبير، وهذا التقدم للعميد. وعندنا كرة من ضربة زاوية تلعب عرضية من جانبي كورنادو، والكرة تبعد بالرأس وتعود مرة أخرى عند العبود لزكريا على الطرف الأيسر، يتقدم في كرة إلى الأمام، تغطية موجودة عليه، رومارينيو يفتك الكرة، تعود من جديد عند العبود، يمر العبود، يتقدم في كرة ويمرر، وفرصة لكورنادو وحمد الله، وكرة خطيرة وفرصة ضاعت، فرصة كرة. شوف سقط برونو، لكن حمد الله استغل الفرصة وتقدم إلى الأمام. شوف الحارس الكبير، شوف فلاديمير ستويكوفيتش كيف أبعد الكرة. حمد الله أمام المرمى، ليسر طلاقة ومحاولة، لكن تغطية من الشنقيطي، يتقدم في كرة إلى الأمام، سريع الشنقيطي، ومحاولة للشنقيطي، يلعب العرضية لكن لم تصل، ورومو وكرة وفرصة وجمال وفن وعميد ومتعة، لكن الراية مرفوعة على رومارينيو في اللقطة الماضية. شوف الكرة من البداية، ولقطة كانت فيها تسلل، نعم فيها تسلل، رومارينيو كان في موقف متسلل، رفع عند رومارينيو الذي كان متسللا بهذه اللقطة، نعم، لكن هذه لعبة جديدة، والمدافع أعطاها لحمد الله، وحكم المباراة يشير إلى تسلل، نعم يشير إلى التسلل، اتخذ القرار في اللقطة، كان من البداية حمد الله متسللا، وضربة جديد، ينقل الكرة لكورنادو، تبادل كرة جميل وانطلاقة اتحادية، لكن برونو يفقد الكرة مرة أخرى، تعود لكورنادو، وتمريرة جميلة، وكرة، وضربة جزاء، ضربة جزاء لحمد الله، استطاع بذكاء أن يكسب ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء قبل نهاية شوط المباراة الأول. شوف كيف يتحرك، شوف كيف يتقدم إلى الأمام، شوف كيف يأخذ مكانه، شوف كيف جعل حارس المرمى ستويكوفيتش يخطئ ويعيق، وبالتالي ضربة جزاء للاتحاد، وفرصة للهدف الثاني.
فرصة للهدف الثاني من نقطة الجزاء. يا ستويكوفيتش، وأمام أمام مين؟ أمام العمود، ربما أمام العمود. كرة تقدم فيها بطريقة رائعة، تمريرة جميلة من جانب كورنادو. كورنادو حط حمد الله أمام المرمى، تماما أمام المرمى. استطاع حمد الله أن يتسبب بضربة جزاء، وبالتالي على الاتحاد عنده فرصة من جانب العبود الذي يتقدم لضربة الجزاء ويريد أن يسجل هدفا اتحاديا ثانيا في مرمى ستويكوفيتش قبل نهاية شوط المباراة الأول. العبود أمام ستويكوفيتش، العبود في فرصة، والثاني، وكرة ضاعت. ضربة مرمى عند ستويكوفيتش، غير معقول. فرصة ذهبية للاتحاد لأن يتقدم بالثاني، لكن العبود ضيع الكرة بعدما عود من جديد عند حمد الله، عند صاحب الهدف الوحيد في المباراة لحد الآن، عند صاحب الهدف الوحيد في السوبر، في نهائي السوبر. كرة عند مين؟ تمريرة بينية، وكرة خطيرة، وفرصة، وخطأ لمصلحة حارس المرمى، خطأ لستويكوفيتش، دخول من جانب رومارينيو. في اللقطة الماضية روما انطلق وحاول وتدخل أمام ستويكوفيتش، نعم كان أقرب للكرة، وتدخل من جانب رومارينيو. سلامة لرومارينيو، بالسلامة لستويكوفيتش، دخول قوي في اللقطة. المحبين العشاق في ملعب المباراة، صافرة السيد فرناندو رابليني تنطلق الآن وتعلن نهاية شوط. وأحمد شرحيلي في كرة ثابتة عند كورنادو، سيلعب العرضية كورنادو إلى الأمام، أمامية ومحاولة خطيرة وبالرأس، وفرصة، وكرة في المرمى. نعم، أعطني الاتحاد واجعلني أستمتع، أعطني الاتحاد واتركني لوحدي، هو يطربني ويمتعني، هو الحياة والروح، هو العميد، صاحب التاريخ المجيد. حمد الله يسجل الثاني. هلا بحمد الله، هلا يا عميد، يا فنان. حط الكرة برأسه، كرة عرضية وبالرأس، هدف ثاني للعميد، هدف ثاني. حمد الله حاول ميلان، لكن الكرة في المرمى. يتقدم الاتحاد بالثاني، اثنين اصبحت النتيجة. حمد الله نجم هذه الأمسية. حمد الله حط الكرة وتقدم العميد بالثاني. حمد الله ليلة الساطي. نعم، هدف اتحادي ثاني يؤكد الأمور ويؤكد النهائي ويؤكد اللقب للعميد. اتحاد يتقدم لحد الآن وهيسيطر لحد الآن، وليلة سعيدة، ليلة كبيرة. وتمريرة لروما، وكرة لروما، ورومارينيو يسقط، لكن الاتحاد لا يسقط. في كرة ومحاولة من جانب البرازيلي، يستحق التتويج هذا اللاعب، يستحق. منذ وقت مبكر الاتحاد سجل هدفا مبكرا واستحوذ على المباراة،
وسير المباراة كيفما يشاء. الآن روما 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 يمر روما يمرر وكرة جميلة وفرصة وأمام المرمى، لكن التغطية موجودة على رومارينيو، تغطية موجودة على روما. إلى الأمام، تقدم إلى الأمام ومحاولات الوصول لمرمى الاتحاد من الكرة الثابتة. الكرة تلعب عرضية ومحاولة بالرأس، لكن التغطية موجودة والكرة لهارون، ينطلق في كرة عند كورنادو، كورنادو يمر كرة لهارون. شوف ثلاث لاعبين من الاتحاد، وكمارا وكمارا يتقدم، كمارا وكرة عرضية عند مين؟ عدت حمد الله، عدت حمد الله وراحت على الطرف إلى خارج أرضية الملعب. عدت حمد الله ومرت سليمة على مرمى الفيحة. حمد الله يريد أن يسجل هاتريك، ربما يريد أن يسجل هاتريك في السوبر، في النهائي، في نهائي العودة. الاتحاد يعود، الاتحاد يعود للبطولات، يعود عن طريق حمد الله، يعود عن طريق حمد الله الذي لعبت الكرة لأسامة، وأسامة الخلف أمامه يلعب كرة للشامخ، العرضية من جانب الشامخ خطيرة جدا، ومارسيلو غروي يتدخل، يبعد الكرة، تعود للبيشي، يتقدم عبد العزيز، يمر بكرة قطعت من أمامه وعادت من جديد. غروي فيحة يستحق التحية حقيقة، فيحة بكل مشواره، فيحة الذي يمثل المجمع الملك يريد أن يحقق لقبه ثاني، لكن اصطدم بالاتحاد وتأجلت الفرحة بالنسبة للفيحة وعشاقه، تتأجل للمناسبات أخرى ربما سيشارك فيها الفيحة. هنا كرة فيها محاولة وخطيرة، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود عند باولينيو، باولينيو مر باولينيو وكرة عرضية، لكن تغطية حاضرة، الكرة تبعد وحكم المباراة يشير إلى صافرة. الكرة دفع الثمن حقيقة، دفع الثمن وأقصى النصر المرشح، أيضا أقصى النصر في نصف النهائي وأسرع لمباراة نهائية، وسيطر حقيقة، سيطر على النهائي منذ الدقيقة الأولى، سيطر على النهائي منذ الدقيقة الأولى، واستطاع النجم الكبير حمد الله أن يسجل هدفا أولا ثم ثانيا، والآن يسقط حمد الله لكن يرفع الاتحاد عاليا، سقط حمد الله لكن رفع الاتحاد. حكم المباراة أيها السادة والسيدات يطلق الصافرة وينهي المباراة النهائية في بطولة السوبر بفرحة جنونية كبيرة في ملعب المباراة. كل الملعب يتحرك، كل الملعب، كل الملعب يتحرك، نعم كل الملعب فرح. ليلة كبيرة، ليلة كبيرة للتسعيني، ليلة كبيرة للعميد، ليلة فرح. الرياض كده اتي وفرح، الرياض كده اتي وذهب. الاتحاد يتوج بطلا لبطولة السوبر السعودي على حساب الفيحة بهدفي حمد الله في الدقيقة الثالثة والدقيقة التاسعة والأربعين من عمر المباراة، نعم في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، وسط هذه الأفراح، ألف مبروك، ألف مبروك للاتحاد ولإدارته ولعشاقه في كل مكان، وحظا أوفرا.